السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله. طبعا تحدثنا عن الـ acquired immunity من ناحية بعض من الكاركترز بتاعتهم. الآن نيجي نتحدث على السيلز اللي involved في الـ acquired immunity. من ضمن السيلز اللي acquired بيدخل في الـ acquired immunity طبعا في عنا T cell و B cell، هدول يعني من الخلايا الرئيسيات في هذا الموضوع. أوكي، الان لو نيجي نطلع كديستريبيوشن للسب بوبيوليشن بشكل عام للسيلز بتاعت الادابتيف اميونيتي للسيلز، خلينا نشوف نطلع على الدائره هذه الموجوده عندي وهذا الفيلم الموجود عندي. اللي بيحصل في عندنا هنا بنلاحظ في عندنا يوجد في عندي خلايا سي دي 3، يعني في عندي تي سيل. اوكي سوري، في عندي انا تي سيل عليها مولكيول اسمه سي دي 3، يعني هذا عباره عن جلايكوبروتين. بس من باب المعرفه الان، هذه التي سيل زي ما احنا شايفين موجود في عندنا نوع من انواع التي سيل عليها سي دي 3 وعليها سي دي 4، تمام، وعليها مستقبل اسمه الفا بيتا ريسبتور. تمام، الان في كمان نوع ثاني من السيلز اسمهم تي سيل سي دي 8، سي دي 3 هم لكن سي دي 8 الفا بيتا. تمام، في عندي كمان نوع اخر تي سيل، لكن هذه الخليه سي دي 8 تي سيل وسي دي 4 تي سيل هذول لهم علاقه بالادابتيف اميونيتي. طب هاي في عندي كمان انا تي سيل جاما دلتا تي سيل، لكن ما فيش عليها لا سي دي 4 ولا 8، هذه نوع من انواع التي سيل بسموها جاما دلتا تي سيل، لها علاقه في الانيت اميونيتي. بس نعرف لحد هنا الان. الان في عندنا خلايا اخرى اسمها نيتشر كيلر سيل، تمام، هذه عباره عن خلايا مش تي سيل، نوع اخر من الليمفوسايد، ما عليهاش لا سي دي 3 ولا عليها انتي بادي، فعليها سي دي 16 مولكيول، هذا عباره عن جلايكوبروتين موجود على السطح. تمام، في عندنا هذه الخلايا، هذه خلايا برضه لها علاقه في الانيت اميونيتي. كمان في عندنا خلايا بي سيل عليها مستقبل اسمه انتي بادي ميونوجلوبولين، اذا عندنا البي سيل عليها مستقبل اسمه اي جي ميونوجلوبولين، تمام، زي ما انه التي سيل عليها مستقبل اسمه الفا بيتا ريسبتور. اوكي، هذه البي سيل عليها ميونوجلوبولين، في منها سيلز نوع اخر عليه سي دي 5 برضه مولكيول اسمه سي دي 5. اوكي، انا بكفي من باب المعرفه، ان شاء الله ليتر اون حنكون واضحين اكثر في موضوع تصنيف هذه الخلايا وتعريف الفانكشنز بتاعتها. عندنا خلايا اخرى اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. الان خلايا الانتيجين بريزنتنج سيل هي الخلايا اللي بتعرض الانتيجين عندها مقدره، تمام، الماكروفيج والدنتريتك سيل هذول خلايا ما لهمش علاقه في الادابتيف اميونيتي، هم عباره عن خلايا لهم علاقه في الانيت اميونيتي، عليهم مولكيول اسمه ام اتش سي كلاس 1 وام اتش سي كلاس 2. بمعنى انه لو اجي اقول جمله الان، كل خلايا جسمي ما عدا الريد بلاد سيل عليها ام اتش سي كلاس 1، تمام، اذا هذه الخلايا الماكروفيج والبي والدندريتك سيل والبي سيل التي هي من خلايا الادابتيف اميونيتي عليها ام اتش سي كلاس 1 كذلك. لكن ايش لها ميزه الان؟ عليها ام اتش سي كلاس 2، عليها ام اتش سي كلاس ايش؟ 2، ميجر هيستو كومباتيبلتي 2، يعني هذا عبارة عن مولكيولز موجود على السطح له علاقة في، حنتحدث عنه بمحاضرة كاملة، له علاقة في موضوع القبول والرفض للأعضاء في حالة الزراعة، عشان يسموهم ميجر هيستو من الهيستولوجي الأنسجة كومباتيبلتي التطابق. تمام، مولكيولز موجود، نعرف موجود على سطح الخلايا ام اتش سي كلاس 1 وام اتش سي كلاس 2، لكن 2 خاصة موجود على الخلايا هذه، مش موجود على خلايا أخرى، موجود على بعض من الخلايا الاخريات ب يعني استثناء معين. اذا هذه مالها الخلايا؟ عباره عن انتيجين بريزنتنج سيل، تعرض الانتيجين، تمام؟ هي لحد الان نعرف هذا الكلام. هنا صوره بوضح لي الدنتريتك سيل كيف عامله لي لها دنترايتس زي ما احنا شايفين. في عندنا الماكروفيج في داخلها لايسوزوم، بصير في عندنا عمليه اللي هو
البلع من خلال هذه الماكروفيج. البي ليمفوسايت هذه عبارة عن خلية من خلايا الداتا عليها مستقبلات تاعتها اسمها انتي بادي. اوكي، الان ايش اللي يصير عندي هنا؟ الام ات سي كلاس مولكيولز، تمام، هذول موجودين 1 و 2. اللي عايز احكيه هنا انه الخلايا التي سيل، تمام، تذكروا قبل بشويه ذكرنا انه في عندنا خلايا عليها، نرجع شويه هنا على الصوره، تي سيل عليها سي دي 4 سيل. هذه الخليه اللي هي عباره عن تي سيل عليها سي دي 3 وعليها سي دي 4 وعندها مستقبل اسمه الفا بيتا، هذه بقول عنها تي هيلبر سيل. وعندنا خلايا عليها سي دي 3 وعليها سي دي 8 وعليها الفا بيتا ريسبتور بسموهم سايتوتوكسيك سيل، تمام. هذه خلايا مين؟ تي سيل. اذا في بنا تي هيلبر وتي ايش؟ سايتوتوكسيك. الان هذه الخلايا اذا اردنا تنشيطها، تمام، تتنشط هذه التي هيلبر عندما تلتقي مع الام ات سي كلاس 2. يعني مش قلنا في عندنا انتيجين بريزنتنج سيل زي الدندريتك سيل، تمام، بكون هناك لقاء ما بين الخليه الانتيجين بريزنتنج سيل اللي عليها الام ات سي كلاس تلتقي مع التي سيل اللي بنقول عنها هيلبر سيل اللي قلنا عنها سي دي 4 بلس تي سيل سموها هيلبر، وكذلك الخليه الاخرى اللي هي السي دي 8 سيل هي اسمها سايتوتوكسيك سيل، تمام، عليها ام ات سي كلاس 1 وتلتقي، عفوا، عليها ريسبتور يلتقي مع الام ات سي كلاس ايش؟ كلاس 1. اذا بنعرف انه الخلايا تلتقي مع بعض عشان تتنشط، وكانه بنقول خلايا الانتيجين بريزنتنج سيل هي خلايا الانيت، لكن هي التقت مع خلايا ايش؟ خلايا الادابتيف اللي هي الهيلبر والسيتوتوكسيك، تمام، عشان ايش؟ تتنشط وهلم مجره. وهذا اللقاء غير ما بيكون مع الام ات سي كلاس والريسبتور، تمام. في كمان مولكيولز اخريات اسمهم كوستوميلاتري مولكيولز بيساعدوا في هذا اللقاء، هنحكي عنهم ان شاء الله في المستقبل، بس الان من باب المعرفه. في عندنا اذر سيلز كمان انفولد في الانيت وبيساعدوا في الاداء في الانيت اميونيتي، النيوتروفيل ماس سيل، هذول عباره عن خلايا انيت. اوكي، دي سيلز also will be activated by what is called cytokines. يعني ممكن يطلع من هذه الخلايا، خلايا الانتيجين بريزنتنج سيل cytokines، ويجي على مين؟ على التي سيل، ويطلع كذلك سايتوكاينز اللي عباره عن مواد بروتينات من الخلايا السايتوتوكسيك او الهيلبر، وتروح على التي على الانتيجين بريزنتنج سيل تحفزها. هذا صوره عامه بشكل عام. خلايا عندنا تي سيل تي هيلبر، والله علي ريسبتور هي موجود قلنا عنه الفا بيتا وعلي سي دي 4، تمام. السي دي 4 هنا موجود جنب الريسبتور بسموه كور ريسبتور. ليش؟ لانه بيعمل زي مشبك لما تلتقي هذه الخليه مع خليه الانتيجين بريزنتنج سيل، وضحت؟ كذلك في عندنا تي سايتوكسيك سيل نفس السي دي 8 هيها جنب الريسبتور عباره عن مشبك، تمام، وبتلتقي مع مين؟ مع الانتيجين بريزنتنج سيل لما بتكون عليها الام ات سي كلاس 1، وهي عندي الانتي البي سيل اللي عليها الانتي بادي، تمام، عليها ايش؟ انتي بوديز. هنا بس بوضح لي زي التمثيل، هذه الصوره انسكوا منها، خلينا هنا عشان هذه شويه فاهمها بعدين. الهيلبر سيل، والله ممكن تلتقي مع الانتيجين بريزنتنج سيل، مين؟ الريسبتور تاعها مع الام ات سي كلاس 2، وجوا هنا على الام ات سي كلاس 2 في انتيجين او في حاجه اسمها بيبتايد، وهي اجت السي دي 4 جنبهم عشان يمسكوا مع بعض مين؟ التي سيل ريسبتور مع الام ات سي كلاس 2. كذلك الكيلر سيل اعتبرها السيتوكسيك سيل، تمام، السيتوكسيك سيل هذه اللي هي سي دي 8 سيل ممكن تروح تقتل، لانها لها علاقه في القتل للخلايا المصابه. الخلايا قلنا كل خليه على ام ات سي كلاس 1 وتكون حامله انتيجين غريب وتلتقي معها من الريسبتور تاعها، ويحصل عندنا السي دي 8 طبعا هو عباره عن كور ريسبتور، بيصير عندنا لقاء بشكل او باخر. الان نعرف بس تعريف انه ايش اللقاء اللي بصير.
مش مطلوب التفاصيل الآن في هذا الموضوع. الآن هنا بيعطيني توضيح بالنسبة لبعض من الخواص لمين؟ للأكوايرد اميونيتي، بسموه أكوايرد لأنه نتيجة عندي صار في التهاب، صار في عندي انفكشن، أو بسموه أدابتيف. ليش أدابتيف؟ لأنه هذه المناعة سوف إيش تعمل؟ تعمل أرشفة، تمام؟ أرشفة، والأرشفة هذا اللي هي حتعمل لي أدابتيشن، يعني تكيف لو حصل إنه الأنتيجين أجا مرة أخرى، تمام؟ الأنتيجين عندي موجود، في عنا سبيسيفيسيتي، عفوا في عنا خواص سبيسيفيسيتي. إيش يعني سبيسيفيسيتي؟ انشور ذا ديستينكت انتيجين اليسيت سبيسيفيك ريسبونس، يعني وكانه بقول لي كل انتيجين معين، تمام، له ريسبونس من هذه الادابتيف اميونيتي مختلف عن الاخر، وكانه بقول لي حيكون في عندنا خلايا بي سيل مخصصه، خلايا تي سيل مخصصه، تمام، بالاعداد الوف ملايين مش قضيه، وكل واحدة منها خصوصي لسيرتين أنتيجين معين، تمام؟ هاي المقصود في السبيسيفيتي. الدايفيرسيتي إنه هذه المجموعة الكبيرة من هذه الخلايا عندها مجال إنها تتعامل من مع كم رهيب جدا من اللي هو الأنتيجينات المختلفة، سبحان الله. وهذا الأمر يعني اوريدي موجود له مخطط في الخليه قبل ما ايش تتعرف على الانتيجين الغريب، سبحانك ربي. الشغله اللي بعد هيك ميموري، عندها ميموري. فهمنا ايش معنى ميموري؟ انه بامكان يطلع عندي بي سيل ميموري، تي سيل ميموري. ليش؟ عشان يصير تعمل ادابتيشن لو حصل عندي التهاب مره اخرى، تمام. كلونال اكسبانشن يعني بتتمدد وبصير عندنا اعداد كبيره منها. سبيشاليزيشن قلنا يعني نفس الاولاني من السبيسيفيسيتي، تمام، انه بتقدر يكون عندنا تخصصيه كثيره في موضوع اختلافات الانتيجين، يعني ممكن مايكروب واحد عليه انتيجينات كثيره يطلع عندي تي سيل كثيره ومتعدده يعني تتناسب مع الاختلاف في عدد الانتيجينز بتاعت المايكروب. contraction and homeostasis انه دائما هو يتعامل مع نيو انتيجين، دائما في مجال نتعامل ونستوعب نيو انتيجين غريب عندنا علينا. طبعا اكيد هي خلايا لا يعني هي يصير لها تعليم بحيث انها لا تضر السلف، يعني ما بتقدرش تعمل الضرنا الا اذا صار عندها مشاكل معينه، لكن في الوضع الطبيعي لا، وكانه بصير لها تعليم دقيق ومحكم بحيث انها ما تضرش الجسم. هنا فروقات ما بين الانيت والادابتيف، تمام. بيجي بيقول لي الانيت عندها مستقبلات للميكروب تبتات، تمام. هنا ايش بيقول لي؟ بيقول لي انا في عندي مجال لكميه كبيره ورينج كبير جدا من الاستقبال للانتيجينات الغريبة. اما هنا عندي اعداد معينة من المستقبلات، هنا لا، ممكن يكون عندي مليون خلية تي سيل عليهم مليون تي سيل ريسبتور مختلف كل واحد عن الثاني من ناحية تخصصيته. لحد هنا اوكي. نيتشر اوف ريكوجنيشن ريسبتور بقول لي هذا المستقبل، تمام، بتاع الموجود على خلايا الانيت اميونيتي ثابت، بتبوت من جاي من الاب والام ثابت، لا يتغير بتغير اليوم بكره امبارح بعد سنه هلم جره، تمام. الان هنا بقول لي لا، الريسبتورز الموجوده على البي سيل وعلى التي سيل فيها بيحصل نوع من الطفرات والتعديل في الجينيتك ماتيريال، ممكن يحصل عندي تغير في التخصصيه. على هذا الاساس انت بتقول في عندي مليون خليه تي سيل يكون عندي مليون ريسبتور مختلف، بيحصل هذا الكلام. سبيد طبعا الانيت اسرع في التفاعل، الخلايا بتكون نوعا ما جاهزه للريسبون. هنا تحتاج الى تايم، حنشوف هذا الكلام اللي ترون. ميموري نوم، فيش ميموري، هنا في عندنا ميموري. الهيومرال كومبوننتس في عندنا كومبلمنت، الكومبلمنت واحد من مكونات الانيت اميونيتي، هنا الانتي بودي مكون مكونات، السيتوكاينز مكون من المكونات، السيلز في عندنا الوت اوف سيلز لها علاقه في الانيت، دندرتك سيل، نيوتروفيل، ماكروفيج،
نيتشر كيلر سيل، نيتشر كيلر تي سيل نوع من انواع الخلايا، التي بي 1 سيل، ابيثيليال سيل، ماس سيل، كمان انديوس نيتشر كيلر تي سيل، جاما دلتا تي سيل، هذه كلها عباره عن خلايا تشتغل في محيط الانيت اميونيتي. الليمفوسايت تي سيل، في عندنا هيلبر 1 2 و 17 و تي ريجولاتري، هذه خلايا حنعدي عليها ان شاء الله في المستقبل. هنا بوضح لي تجسيم، بقول لي مثلا انا خليه ماكروفيج عندي سبيسيفيستيشن، بيعمل لي ديمونستريشن يعني انه انا عندي مستقبل لمين؟ لا مايكروب يختلف عن الثاني، لكن هذا المايكروب تمام عنده مانوز مثلا، او عنده مانوز هذا ملوش علاقه، انت مايكروب جاي من فيروس من بكتيريا من انا بستقبل المانوز تمام، لكن عندي انا الخلايا هنا الخلايا او الانتي بوديز، الخلايا اللي عليها ريسبتور التي سيل او الانتي بوديز الذي سوف يخرج له تخصصيه، انه والله انا ارتبطت على انتيجين في الفيروس هذا، وانا انتي بودي اخر ارتبطت بتخصصيه معينه على انتيجين اخر على فيروس اخر مثلا، وهنا في ارتبط على انتيجين لمايكروب اخر مثلا تمام، ففي عندنا نوع من التخصصيه اكثر. هنا عندنا 1000، هذه عندي عددهم المستقبلات، انا عندي تقريبا اكثر من 10 قوه 7 من الخلايا عندهم تخصصيه، عدد كبير جدا. ريسبتورز انواعهم، انا ريسبتور قلنا تي سيل ريسبتور، انا الاميونوجلوبولين، الاميونوجلوبولين ممكن يكون على سطح البي سيل بيكون ريسبتور. طيب هنا العدد number of and type of receptor أقل من 100 تقريبا. invariant receptor only two types of receptor اللي هم immunoglobulin و T cell receptor. non-clonal تبتات، يعني أنا كلون معروف كلنا ماكروفيج كلنا عندنا نفس الريسبتور، هنا لا دي سيلز مليون عندي مليون مختلف من التخصصية في الريسبتور. جيرم لاين قلنا أنا حكينا ديسكريمينيشن، بقول لي أنا هنا بقدر أعمل ديسكريمينيشن في الأدابتيف، إنه بقدر أميز ما بين السيلف والنون سيلف، لأنه أوريدي أنا تعلمت لحد هنا أوكي. في النسبة للإنيت إميونيتي، الخلايا بتاعت الإنيت إميونيتي ما برضو كمان هي بتتعرف على خلايا الجسم لكن ما بتعملش أدية تمام، أو بالمعنى الأصح الخلايا الجسم عندها موليكيولز بتحبط الخلايا المناعة بتاعت الإنيت إميونيتي تروح تشبك عليها وتدمرها، واضح؟ هاي المقصود في الموضوع هذا، يعني الهوست سيلز بتاعت الجسم not recognized لا تعرف بحيث انها تدمر، او في بكون على عليها موانع بحيث انها لو اجت الخلايا بتاعت الانيت مش هتخليها تعمل التاثير بتاعها. هنا رسمه بتوضح الخلايا اعتبر هذه ماكروفيج، والله عليها هي ام ات سي كلاس 1، اخذت الميكروب وعملت له عرض على الام ات سي كلاس 1. هاي عندي كمان خليه اخذت عندي مثلا هنا عرضت هنا عفوا على الام اتش سي كلاس 2، وممكن كمان تعرض على الام اتش سي كلاس 1، هاي عندنا فيروس اخذته ممكن تعرضه على مين؟ على الام اتش سي كلاس 1، عفوا مش واضحه الصوره لكن يعني في المستقبل يتضح الشيء. ايش معنات الكلام هذا؟ هذا تصوير الكتروني ما بين خليه من خلايا الجسم تمام، اللي هي عباره عن التي سيل، هذه تي سيل اللي على الشمال ملتقي مع الماكروفيج اللي على اليمين، وبيحصل بينهم كونتاكت احتكاك عشان يحفزوا بعض. الهيومورال اميونيتي، الان قلنا تايبس اوف ادابتيف اميونيتي، عندنا هيومورال وسيلولار. الهيومورال اميونيتي مين اللاعب الاساسي فيها؟ البي سيل. اذا عندما تتحدث على هيومورال اميونيتي اللي هو نوع من انواع الادابتيف اميونيتي تمام، بتتحدث على مين؟ تتحدث على بي سيل اللي بتنتج الانتي بادي. اوكي السيلولار اميونيتي
ميدييتد باي تي سيل. التي سيل هي سيل توكسيك اللي ذكرين قلنا عنها سي دي 8 تي سيل، تمام. هذه عباره عن خلايا لها علاقه في عمليه الكيلينج بروسيس. البي سيل لها علاقه في انتاج ايش قلنا؟ الانتي باديز، تمام، في المناعه. وهذول طبعا مهمات في عمليه الدفاع عن يعني من دفاع ضد الميكروبس، تمام. هيومرال يقول لي اميونيتي، بيجي بيرجع لي ثاني بقول البي سيل عليها زي ما شفنا احنا انتي باديز مستقبلات، تقريبا ممكن يكون عددهم 10 قوة 5، لكن تحطي في بالك او تحط في بالك انه هدول ال 10 قوة 5 اللي عددهم 100,000 تقريبا على سطح البي سيل كلهم لهم نفس التخصصية، واضح؟ لهم نفس ايش؟ نفس التخصصية، تمام؟ يعني كلهم نفس الانتيجين او نفس الابيتوب هيشبك عليهم نفس الشكل، تمام؟ اه لهذا الكلام لازم نحطه في بالنا. وكذلك التي سيل مثلا الموجودين على سطح التي سيل ريسبتورز برضو كلهم لو كان عندهم 10 قوة 5 برضو لهم نفس التخصصية، اوكي؟ تمام. ان هم بتعرفوا على حاجة بسموها ابيتوب، تمام؟ اوكي، اذا في عندنا ايش؟ ابيتوب بنتعرف عليه من خلال الانتيجين، هذا هو اللي بنتعرف عليه اللي بكون على يشبك مع الانتي بادي بشكل عام. بقول لي انواعهم زي ما حنحكي عنهم ان شاء الله بتفصيل لترون، عندنا اي جي جي، اي جي ام، اي جي اي، اي جي دي، عندنا هذا كله موجود عندنا، تمام. لهم طبعا وظائف ان شاء الله حنتحدث عنهم بشكل تفاصيل. الاي جي جي بقول لي مثلا بيعمل كروس من البلاسينتا بروح للبيبي من الام للبيبي. الاي جي اي موجود عندي، تمام، في الحليب تاع الام، موجود في التيرز تاع العين، السلايفا، بيساعد في عمليه الدفاع اجينست مايكروب، تمام. فبقول لي الانتيجين بيرتبط مع الانتي بادي من خلال قوى زي الهيدروجين بوند، فاندر وولز فورسز، هيدروفيبك انتر اكشن، يعني نوع من انواع الفورسز اللي بتربط الانتيجين مع الانتي بادي. هنا بذكر لي انه انا لو تعرضت انا للانتيجين ايه مثلا، تمام، اوكي، احتاج الى وقت هنا عندي انا تقريبا من 10 ل 17 يوم عبين ما يصير عندي برايمري ريسبونس. يعني برايمري ريسبونس المقصود يبدا يتشكل عندي انتي باديز، تمام، انتي ايش؟ انتي باديز. خلينا نقول عندنا انتي باديز اي جي ام، وبعد ذلك يحدث عندي اي جي جي، تمام. الان انتيجين اي، لو انا رحت مثلا الانتيجين اي اعطيته بعد فتره مع الانتيجين بي، هلاحظ ان الانتيجين اي المناعه صارت اسرع لانه اوريدي في له ميموري ارشفه، عشان هيك الانتيجين اي حيكون الريسبونس تاعه اكثر، تمام، اعلى وكميته اعلى وبسرعه من مين؟ من الريسبونس اللي هو الانتي بادي للانتي بي، انتيجين بي، وضحت؟ لانه اول مره الانتيجين بي، فبتحس انه المناعه تاعته حتكون بفتره قريبه، يعني عفوا اكثر من لو كانت المناعه ضد الانتيجين اي، لانه الانتيجين اي اوريدي اعطي قبل هيك، صار عندنا ميموري، وضحت؟ في عندنا الكومبلمنت، طبعا هنحكي عنه بتفاصيل ان شاء الله. هو بيساعد في الهيومورال اميونيتي، حنحكي عنه انه هو له علاقه في الانيت اميونيتي، تمام، لانه في الاخر الكومبلمنت حيؤدي انه يصير عندي لايسز لمين؟ للميكروب، لايسز للخلايا، تمام، وممكن يكون يشتغل زي اوبزنن، يعني زي مؤشر او زي علامه تعالي خدينا يا ماكروفيج، يصير فاجوسايتوسيس. هذا كله حنتحدث عنه ان شاء الله بتفاصيل. سيل ميديتد اميونيتي قلنا العنصر الاساسي مين عندنا فيها؟ تي سيل، تمام، تي سايتوتوكسيك اللي يقول عنها سي دي 8 سيل، تمام، سي دي 8 سيل هي سايتوتوكسيك تي سيل، لكن احنا في عندنا خليه اسمها سي دي 4 سيل ذكرناها، هذه اسمها هيلبر. هذه الهيلبر سيل مهمه للسايت سيل ميديتد اميونيتي، وكمان كذلك احفظي انه مهمه لمين؟ للهيومورال اميونيتي، واضح لحد الان؟ اعرف بالشكل هذا، اوكي. طبعا السيل التي سايت توكسيك او التي لمفوسايت برضو عليها ايش؟ مستقبل تقريبا ممكن يكون يصل 10 قوه 5. التي سيل طبعا حيصير في عندي تفاعل
ما بين الخلايا، ويصير في عندنا كونتاكت بينهم، سايتوكاينز حتطلع بينهم، كيموكاينز عباره عن مواد تخرج للمقابله بينهم وللتاثير عليهم، تمام؟ وحي ممكن يحصل عندي انفلاماتوري رياكشن، يعني التهاب معين، ويكون عندي رياكشن في الحساسيه بنوع من اسمه ديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي، حنتحدث عنه ان شاء الله في الحساسيه. قلنا عن السايت توكسيك. في عندنا كمان خلايا اسمها ريجولاتوري، هذه مالها بتتحكم في التي هيلبر 1 و 2، بتقول لهم انخمدوا يا تي هيلبر، ما تزودوش مناعه زياده، ما تنشطوش اوفر، واضح؟ هي المقصود بالريجولاتوري سيل. هذا الريجولاتوري سيل عندها سي دي 4 وعندها سي دي 25، عندها مولكيولز جلايكوبروتين اسمه سي دي. سي دي اللي مختصر لكلاستر اوف ديفرنشيشن، عباره عن جلايكوبروتين اسمه 4 و25، تمام؟ الخلايا تتاثر بسايتوكاينز. تتاثر بايش؟ بسايتوكاينز اللي هي مواد بروتينات تنتقل من خليه الى اخرى. وطبعا الخلايا لازم تلتقي مع بعض، ومن خلال الام ات سي والتي سيل ريسبتور، وتلتقي كمان من خلال مولكيولز زي ما احنا شايفين سي دي 4 تي سي دي 86، هذول كلها عباره عن مولكيولز بيساعدوا، بسموهم كوستيمولاتوري مولكيولز، بيساعدوا على اساس يعني ايش يحصل هناك التحام الخلايا مع بعض، ويأثروا في عمليه اللي هو ايش، انه الخلايا تتنشط ويصير لها اكتيفيشن. هنا صور بتوضح، حنتحدث عليه ان شاء الله في حلقه اخرى، في محاضرة أخرى إن شاء الله بنوضحها بتفاصيل أكثر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.